جدا. الله، هو انت اللي هتتكوفي؟ اه ده ليلتنا زلابية. ده انا بقالي، انا كنت شغال حلاق، ده انا الواحد لو يعرف كده كان جه هنا من زمان. السن ده ازيك عامله يا فندم؟ تمام الحمد لله. ازيك حضرتك عامله ايه؟ تمام. ازيك عامله ايه؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اتفضلي هنا يا فندم، اتفضلي هنا، ممكن تقعدي هنا؟ اتفضلي يا فندم. نورتينا يا فندم. اسمك ايه بقى؟ فرح. فرح. كنت عايزه اعمل شعري. تمام، حلو قوي. اعرفك بقى بنفسي. انا اسمي خالد. لو في مصلحة بيقولوا لي يا خلود. على فكرة أنا عايزة أعمل شعري، ما سألتكش والله على اسمك. طب اسمعي، طيب في المجال اللي احنا فيه ده مسميني صامبو، مجال الكوافير. هي قالت لي أنت هتيجي هنا اسمك صامبو، في ناس تانية بتقول لي يا مجلي، مش شغلنا. المهم أنا مبسوط جدا إن أنا هشتغل في راس حضرتك. شكرا. تفزع يا فندم، ومساءك كزبرة، ونعملك حاجة كويسة إن شاء الله. تبصي لي كده ليه، في إيه؟ اصل يعني اسلوبك من ساعه ما دخلت ظروف، يعني اسلوبك ظريف جدا. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ لا وحشه جدا على فكره. ربنا يخلي حضرتك يا رب يا فندم. عايزه تعملي ايه؟ عايزه اعمل ديفرتين. شيخي مش عارفه ايه العوض ده بصراحه، من ساعه ما دخلت او ممشي طيب ولا ايه بالظبط؟ اتفضلي يا فندم. في ايه؟ طب ماشي، عايزه اعمل ديفرتين. انت هتهدديني يعني عايزه تمشي؟ هو عشان صاحبه الشغل مقباني في كاميرات المراقبه، عايزه تهدديني عشان تفيديني من الشغل؟ عايزه تعملي ديفرتين وايه تاني؟ بس طب انا ممكن يعني هعرض عليك عرض، لو حابه تعمليه دي حاجه هتكون مناسبه جدا. اتفضلي زي ما انت يا فندم. ممكن اعرض عليكي حاجه كويسه جدا يا فندم. طب بالراحه، مفيش حد بيعمل كده على فكره. سامحني يا فندم، هقنعك بقى بعرض كويس قوي. احنا ممكن نعمل لك تنظيف بشره مجانا، انا اصلا جاي هنا تخصص بشره، لكن بعمل شعر كويس جدا. هعمل لك حاجه تنظيف بشره ممتازه جدا يا فندم، وعلى اسلوب تركي. تمام تمام، جميل قوي. نبدا بالبشره الاول ولا الشعر؟ شوف اللي حضرتك عايزه. لا الشعر الاول. شعرك الاول. تمام. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه يا عم الريحه دي يا مجلي؟ على فكره انت، انا من ساعه ما دخلت وانت مهزق جدا. ليه الغلط ده؟ والله العظيم مهزق جدا يا مجلي. تعالى يا مجلي. انا ماشيه خالص. اوعى كده بس. وحيد الله، وحيد الله. اوعى بس كده. من ساعه ما دخلت وانا مهزق جدا، طريقه وحشه قوي في الكلام. احنا اسفين، احنا اسفين. في ايه؟ في يا ابني؟ هو كل شويه زبونه تشتري منه. انا اول كل ده اول زبونه امسكها على في ايه اللي حصل؟ اول زبونه امسكها من الصبح ده شاهين، ده اللي بعدها مش واحده داخله عليك كده، شاهين ده اللي بعدها اشتغل لها، واشتغل لها شغل كويس، شغل بتاعها. انا مفهم التراكوه ده. طب فاهمها ان انا عصبي بس بطلع شغل مظبوط. لا مش عصبي، مش عليا على فكره. بس احنا اسفين من اللي حصل. احنا اسفين، هو لسه بس يومين. اصل ده كان شغال حلاق، تمام، بيحلق الرجاله وكده، انت فاهمه طبعا شغل الرجاله. بص اقول لحضرتك، هو من اول ما دخل وهو ايه ده؟ ايه طريقته دي؟ انا اول ما دخلت قلت لك انا مبسوط ان انا شفتك. اه حلو. اتفضل تزعق. مسك شعري ويعمل كده، ايه الطريقه دي؟ خلاص اخرج بره خالص. شم شعره؟ ماله شعره؟ شم شعره. روح قول لامك شاهين ده، قول لها شعرها ريحته عامل ازاي. مش ريحته عامل ازاي؟ قول لامك شاهين ده، قول لها ريحه الشعر عامل ازاي. خلاص يا عم خالد، نشتغل للزبونه، وسيبك انت من العصبيه بتاع زمان. انت اتحبست قبل كده، اتحبست بسبب حركه زي كده. بلاش بقى، مش كل مره تتحبس بسبب زبون. اتفضلي اقعدي. طريقه وحشه، طريقتك وحشه قوي. خلاص احنا اسفين، اتفضلي. خلاص يا خالد بقى شوف الشغل. انا هجيب لك قهوه وجاي. ماشي تمام. بقول لك ايه، محمود الحلو عمل ايه؟ جاب الحاجه. ماشي يا فندم. طب انا عايز كمامه بقى عشان الوضع كده بقى صعب. طالما فيها ريحه كمامه. ايه اللي كمامه؟ طالما فيها ريحه شعر يبقى لازم نلبس الكمامه. على فكره اقسم بالله، اقسم بالله اخر مره وهطلع. طب يا فندم عادي يعني. لو كلمتني بالطريقه دي والله العظيم هطلع. ما فيش اي حاجه. لا كده كله تمام الحمد لله. اتفضلي يا فندم. بسم الله. انا لحد دلوقتي عمال اضحك واهزر معاك. لا اوعى بقى كذا مره عماله. طب وحيد الله، وحيد الله. اوعى بس كده. طب اوعى بس كده. والله ما اقول لك حاجه. طب لا هطلع بجد. ايه طريقتك دي من اول؟ بص طلعني. فين؟ طلع تاني مره مسك شعري كده. ايه ده يا ابني؟ هو انت عاجبك الشعر؟ عاجبك شعرها؟ اديها في وشها على طول. وشها انت كمان. على فكره هنا كوافير مهزق جدا، على فكره كلكم اسلوبكم وحش. انا كلمتك وحش؟ طب ايه ده؟ اديها على وشها. ده انت مش عارف انت بتكلم مين. احنا اسفين، اتفضلي. لا احنا اسفين طبعا من اللي حصل. انا اسف، اتفضلي. ماشي، السلام عليكم. لا اله الا الله.
ما يبقاش كده، مش كل شويه تروحي تشتكي لابن صاحبه الشغل. طب انا اتخنقت من اسلوبك، عدل اسلوبك. حاضر يا فندم. سيلو احنا نبدا بالصيام الحلو. انا مش طايق بس الريحه، يعني مفيش مشكله، انا حره، مناخيري مش تتحكمي فيها. اتفضلي الصيام الاول. ايه ده؟ انا مش فاهم والله العظيم. اخرج بدل التهزيق اللي انت فيه ده. والله ايه ده برضه؟ بس نبدا الاول بالماسك عشان نشتغل على الضفاف. ماسك البشره اهم حاجه. ماسك ايه؟ ايه اللي ماسك ده؟ ايه الطريقه دي؟ ايه ده القرف ده اللي انت ماسكه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا ده خيار بلدي فعلا. لا ولا خيار ولا. انا هعمل لك ماسك على وشك، ده الاسلوب التركي اللي هشتغل لك بيه. ماسك بس روح كنت اشوف انت روح بتكلم مني كده الاول. تصدقي بالله؟ بتصدقي بالله انت ساعه ما دخلت؟ وحيد الله، انا متجوز اربعه عاميهم في البيت. اقل واحده فيهم لو عملت لي ربع اللي بتعمليه ده اعلي صوتي عليها. اعلي صوتي عليها واصوت والم عليها كمان المنطقه. لا بجد انا مش هقدر استحمل اسلوبك دي. اتفضلي اطلعي بابا. اطلع بره في وشك وما اشوفش وشك هنا تاني. تعالى اما اقول لك. ثانيه هقول لك. بص وحيد الله لا اله الا الله. انت عارفه الكاميرا الخفيه؟ الملابس دي لي بقى مفيش ريحه ولا حاجه. يا وحيد الله عارفه الكاميرا الخفيه؟ عارفاها. احنا بنوظف معاكي بنعمل معاكي الكاميرا الخفيه وده مشهد كله، يعني اللي حصل ده كله بس والله العظيم اسلوبك زي الزفت. لا والله ابدا ما تنفعش كوافير اصلا بجنيه. ما هو انا مش كوافير. حقك انت، حقك انت ما قلتيش حاجه غلط. انا مش كوافير. اتفضلي يا فندم والخيار البلدي موجود. يا ريبه. طب يا فندم بس مش عندي فين، انا لسه مكلماني حالا. طب بصي هي اللي بعتني ليكي اساسا واللي حصل ده كله يعني كاميرا خفيه بنهزر معاكي. انا مش عايزك تضايقي، لو انت مش موافقه ازاي مش هزعل، بس والله الموضوع يعني كله انت اصلا دمك خفيف وشاطره. ربنا يخليك. شكرا والله بجد، يعني كانت لذيذه جدا. لو حد مكانك كان هيعمل اكتر من كده. تمام انت كل اللي عملتيه انت كنت هتمشي بس. انت مستفز بصراحه. ما تزعليش حقك عليا والله. مستفز والله حقك عليا. لا حبيبه يعني موافقه ازاي يعني؟ مش موافقه. لما بيجي الكاميرات لما بص كده علي عندك كمان بول كمان كمان اهي باي باي باي. انت بقول ايه؟ ضحكه بقى للكاميرا الاساسيه بتاعنا الوسط. باي. ماشي اتفضلي بقى. وشاهين ده جاي لك حالا تاني. شاهين لا انا هطلع اتصل بيها حالا وهي جاي لك حالا. تمام ماشي. نعتذر لك جدا والله يا فندم. لا ولا يهمك. ماشي فندم. انا ماليش دعوه بفندم بقى. يا منى ما تزعلوش، ده الواد غلبان. السلام عليكم. يا خالد يا خالد شوف خطيبتك يا خالد. السلام عليكم. شوف خطيبتك ده بتحبك. بعد خد الصفو مع بعض ونص مشكل. يا منى بعد كده يا منى تشربي شيشه يا باشا. هو مازن احسن مني في حاجه يا منى؟ باشا نص بسبوسه ونص مشكل. مازن احلى مني؟ لا زعلان زعلان. هما شوفوا اخوك هيعوروا. قفلت في وشها. نص بسبوسه يا باشا. نص بسبوسه. نعم نص بسبوسه ونص مشكل. نهارك يا زهق ان شاء الله يا فندم. نهارك ايه؟ صباح الكزبره. ازي حضرتك عامل ايه؟ طب ما انت ده هتمسك بيه الاكل. ايه لا ده نضيف عادي. ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ والله بس عشان لسه فاتح الدكان و دكان ايه؟ الدكان ده حاسب بس عم مظبوط لك الدنيا. نص هريسه ونص مشكل. بسبوسه بسبوسه. صلاح الكزبره كام يا باشا؟ كام يا باشا؟ نص بسبوسه ونص مشكل. نص بسبوسه. العلب عندهم شكلها حلو قوي. عندهم فين؟ يا باشا انت شغال هنا ولا انت سارق؟ شاري المحل ده من 70 جنيه يا فندم. كام؟ 70 جنيه. كيسة وسخة من عندك كده؟ كيسة وسخة من عندك؟ عايز كيسة وسخة يا باشا. بعد اذنك بعد اذنك. وانت بتتكلم بايه اللي كيسة وسخة يعني ايه؟ نعم حضرتك. يعني ايه كيسة وسخة؟ عايز الكيلو الاكياس بكام؟ يا باشا ما تجيبش كيس خالص يا باشا. بعد اذنك يا ريس. يا زينة مختشماتي. يا باشا بعد اذنك. هو انا المفروض اتكلم مع مين بس كده؟ معايا. فامسك بص يا غالي ما عندناش اكياس وسخة. امسك
بص يا باشا، يعني ايه في سويسخ؟ بس بالله عليك انا يعني بلف الطبق يعني. مش عايز يقفل حضرتك. طب ما تشوف اي علب اكبر منها، ما هو في علب كبيره اهي. هو انت رايح زياره لحد؟ طيب رايح زياره لخطيبتي. بتحبها؟ اسمك ايه؟ ايه بتحبها؟ وانت انت بحبها ولا محبها؟ طب ليه الغلط؟ طيب معلش ممكن تجيلي بره. انا اجيلك بقى. لا ده انا كده اجيلك بقى. يعني ايه يا باشا؟ بس استني بس كده. صلى على النبي. لا 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 معلش معلش. بتحبها؟ يعني انت مال اهلك انت؟ انا بسالك سؤال عشان انت مالك؟ لو بتحبها يا باشا ما تخلينيش طبعا 100 ديده عليك عشان انت شكلك راجل محترم. لو حضرتك بعد بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك عشان راجل انا محترم وبتعامل معاك كانك راجل. طب انت واخدها عن حب؟ طيب انت مال اهلك؟ يعني انت مبسوط ان انا هشتمك مثلا؟ لا والله ابدا، بس انا بسالك عشان اجيب لك حاجه حلوه. بعد اذنك بعد اذنك عايز اجيب لك حاجه حلوه يا صاحبي. يا باشا انت مال اهلك؟ انت مالك؟ انت مالك يا صاحبي؟ يا جاي معاك بغلط. انت بتتدخل ليه اصلا؟ هقول لك يعني ليه. هو المفروض الغلط ده ان انا مدي ايدي عليك مثلا؟ لو تعرف اعملها. انت ما تعرفش يا عم. اعرف اعملها يا عم والله اعرف اعملها. مش هتعرف برضه. انا بتكلم معاك بكل هدوء بقول لك بتحبها. لو بتحبها انت طب يعني ده كام سنه؟ طيب انت لا بقى بص على فكره انت اقسم بالله انت بتخش في حاجات المفروض اصلا ما تتكلمش فيها. طب انا اسف يا صاحبي معلش. واحد الله لو مش عاجبك خد فلوسك، انت محاسب خدها وامشي اتكل على الله. انا بسالك سؤال يعني انا بعد ما جيت انا يهمني مصلحتك. انا يهمني الزبون في الاخر يا باشا. انت مال ثواني بس. هو انت المأذون؟ انت انت المأذون؟ لا ده امال ايه اللي انت مش عارف انت بتحبها ولا قد ايه؟ انا رمضان جانا. انا رمضان جانا يا عم. على فكره صاحبك دمه تقيل وحاجه يعني هو بيخش في اعراض وبيخش في كلام قليل ادب وحاجه زي الزفت. بيحل مشاكل المنطقه. هو بيسالك هو ماله؟ هو ماله؟ انا بقى ظروف في داهيه. مش عاجبك امشي. هات يا باشا بعد اذنك الحساب. طيب خد. لا والله الاوردر اتضرب. خد فلوسك اللي كده. انت كنت عامل مصلحه. خد. قلت لي حلوه كنت هديك الهبيسه ببلاش وتتكل على الله. قلت لها ده واجب من خالد. اه يا جدعان. يا جدعان حماده. صاحب واحد الله. واحد الله. واحد الله يا عم. يا عم انت انت ايه يا عم انت؟ قول لي انت بتحبها يا عم. انت مالك؟ انت مالك؟ اقول لك على حاجه؟ لا 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 لا. وانت مالك بقى؟ لا 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 تعالى خلاص بقى. صاحب الوقت قدامك ده مشهور بالغشيم. ما انا اسمي الغشيم. لا 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 تعالى بقى كده. انا كنت انت مالك بقى؟ انت بتحبها وانت مش عارف ايه؟ انا اسمي الغشيم. لا 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 تعالى غشيم على. انا بقول لك على لا قول لي بس. قول لي قول لي. انا عشت في المبيض. قول لي بس كده عشان عمري ما حد غلط فيا بعد اذنك. طب نزل ايدك. لا هقول لك حاجه. والله ما هنزلها. هو مقلب. والله ما هنزلها. والله هو مقلب. واحد الله. واحد الله. هقول لك حاجه. طب نزل. سيب طيب. سيب طيب. واحد الله. قول لا لا الله. لا 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 الله. صلى على النبي. احنا بنصور مقلب يا عم. كاميرا خفيه والله. واحد الله. والله يا باشا انت على راسنا. فين يا باشا؟ هقول لك فين. صلى على النبي. بس انت الاول يعني انا مش عايزك الاول تتضايق. اضحك ضحكه حلوه كده عشان اقول لك الكاميرا. مش انا عمري ما وريت اصلا بموقف زي ده. يا عم صلى على النبي. تعالى بس كده. بص كده هنا. بص هنا. تمام. عندك من كاميرا هنا. بص هو في كاميرات ثانيه فاهم. ما انتوا خافين او حاجه زي ما انت يعني اكيد يعني فلوس بس على اقول لك حاجه بس هو ما قلقلكش. هي حلو البسبوس. يا نجم مش زعلان حضرتك من اي حاجه؟ لا يا حبيبي اتفضل. والله لو زعلان لو في اي حاجه مضايقك احنا ممكن كل اللي حصل ده يتمسح. لا لا لا. طب بص باي باي بقى للكاميرا وعايزك تقول لي اللي حصل ده. انت موافق اللي هو ازاي؟ لو موافق اللي هو ازاي باي باي. ولو موافق اللي هو ازاي رقم. خلاص يا جماعه حصل خير. مش زعلان يعني. حبيبي يا اخويا. حبيبي روح بقى الهريسه. حبيبي ماشي يا نجم. هاخد بقى الهريسه بس عايز اقول لك على حاجه. انا اسمي الغشيم في امبابه. ما تخافش تعالى. اعمل سلام حضور استئذان للبشر اللي حضر وشرف وانس ونور شارعنا. حبيبي اخبارنا؟ من حبنا حبنا وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. صباح الفل يا استاذ. صباح الفل يا استاذ. عامل ايه يا استاذ؟ كله تمام؟ تمام. مبسوط؟ مبسوط. ولا حضرتك انا عارض عليك فكره شغل كده بس هتفهمك الدخله واللي حصل ده كله. أمورني. انا شغال في شركه سياحه. السياحه والعيشه المتاحه. مرتاحه وعارف. حبيبي يا غالي. حبيبي. بس احنا طالبينك بس كده في كازينو ليلي هتشتغل صبي رقاصه. هتلم النقطه وهتاخد مبلغ كويس. وانت رحت فين؟ على فكره المدير دلوقتي مراقبني في كاميرات المراقبه
فانت ممكن اي حركه غلط تفيدني بالشغل. هفيدك وانا اشتغل صبي رقصة. بس وقف لي كده كلمني بعد اذنك. هتشتغل صبي رقصة؟ لا انت ايه تنفع انت بالشياكه بالفيلم؟ لا ما انا خلاص انا اعتزلت. انت اعتزلت فبتشوف واحد غيرك صبي رقصة. بس اعرضك عليهم في الشركه. تعرض على مين يا عم؟ هقول لك هتاخد كام هتيجي معايا جامد. ممكن تسبقني على الشركه. هتسبقني على الشركه. لا 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 اسمع مني. طب وحد الله بس. انا موحد الله يا عم. انا موحد مين؟ انا صبي رقاصه. هتشتغل صبي رقاصه. انت سبتها ليه صبي رقاصه؟ هتلم الفلوس. انت سبت صبي رقاصه دي ليه؟ ما انا جالي شغلانه احسن. ما انا جاي شغلانه احسن في الكويت. في الكويت ايه بقى الرقاصه نفسها ولا الصبي؟ لا بمسح ازاز. بتمسح ازاز؟ هتيجي ازاز الطبله ولا ازاز بالظبط؟ هتلم الفلوس من تحت الرقاصه وهتاخد مبلغ كويس. طب ما تجيب انت والرقاصه تلم الفلوس من تحتيه عشان برميها كتير. مش جاي معاك يعني؟ لا مش جايه. هي جاي معاك انت؟ انا بقول لك لو انت عايز تشتغل هنشوف. يا اسطى مساء الفل. بسرعه مستنيني الشوبش هناك. هو ده شوبش. خده معاك بس وديه على هناك. يلا خده هناك وهشوف له حد تاني. وعايزين اتنين. عايزين اتنين. خده معاك حد. يلا يا باشا. هو باشا مين يا عم؟ هو ايه ده؟ بقول لك هتاخد فلوس ما خدتهاش قبل كده يا عم. مش عايز اخدها. خدها انت. صدق بالله انت ما تنفعش صبي عالنا ولا تنفع اي حاجه. خد بس خد. شكلك مستفزه. خد. طيب في حاجه معاكم انتوا الجوز ولا ايه؟ في حاجه معاك؟ ها في حاجه معاك؟ واحد الله غالي يا فندم. يا عم انا وعيدك بس. يا عم انا موحد الله. يا عم يا جاي معاك بغلط. انا لسه غلط ما جاي. انا بسالك عايز تيجي تشتغل؟ انت تعالى. ما تيجي انت تشتغل عندي. مش عايز تيجي امشي من قدامي. امشي من قدامك لما مشيتش هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. بس ما انت مش تعرف تعمل حاجه عشان انت كنت صابر رقاصه. الطيب احسن. ايه الطيب احسن؟ حتى لو مش طيب احسن هتعمل ايه برضه؟ يا عم يلا بقى. يلا يا عم اثبت مكانك يا عم. طب بتاع ده تنفع صبي رقاصة والرقاصة وكل حاجة يا عم؟ ماشي انا كنت شغال وعلى الله حكايتك ومش عارف. طب يلا امشي 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 يلا بقى. يا عم عملنا احسن من كده كويس بعد يلا امشي بقى خلاص بقى. يا عم عملنا احسن من كده بعد اذنك. يلا امشي امشي يلا. وانت شبهها كده يا عم. يلا والله انت شبه الرقاصة. انت مالك بتتكلم بحرقه ليه كده؟ حاسه كده بتكلم بحرقه. عايز تشتغل قول لي ما تتكسفش. احنا نفس القاب. احنا نفس. بص يا صاحبي انا بهزر معاك. بهزر ايه يا عم؟ صبر رقاصه وصبر رقاصه وبتاع وكلام نعناع والله. صبر رقاصه ايه يا عم؟ يا عم والله انت راجل عسليه وانت راجل محترم جدا حبيبي. احنا بنهزر معاك. دي كاميرا خفيه حبيبي. احنا بنصور كاميرا خفيه تمام. واللي حصل ده كله اتصور. يعني انا طالب منك حاجه واحده، يا ترفض يا توافق. ولو رفضت مفيش اي مشكله. بس دي يعني بنهزر معاك. بس بنهزر مع الناس اللطيفه كده اللي زيك. لطيفتي صبر رقاصه وعلمه وشبوشي وصاجات مقلب بقى يعني. انت بابي اللي حصل ده يتزع. بس لو عندك مشكله بص كلماتنا ايه تمام. عندك كلماتنا تحت كمان اهي حبيبي. يعني ماشي يا نجم. ماشي على قناه النهارده ان شاء الله حبيبي. كل سنه وانت بخير. انت والصحه والسلامه.